وراء مولاي أمير المؤمنين في طريقه إلينا. ما كان الخليفة يأتي إلينا من قبل مباغت؟ أطال الله بقاء أمير المؤمنين، هذه مكرمة نرجو أن نكون أهلا لها. سرني ما رأيت في هذا المعسكر يا ابن زنباع، فكيف انقلبت حاله وحال الجند إلى هذا الذي أرى؟ ألا تسأل الحجاج يا مولاي وقد تركت له زمام الأمر فيه؟ يا حجاج، تمسكا بقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا، فإنها الطاعة الطاعة والنظام النظام، ولا عذر لمن يخالف عندي. فأنت يا أمير المؤمنين ولي أمر بين يدي الله، وأنا ولي أمر هؤلاء الجند، فإن أمرت أحدهم أن يخرج من هذا الباب وخرج من الباب الذي يليه لحل لي دمه. هذا عزم لم نشهده من قبل يا ابن يوسف، وإني لا أجد فيك ما رجوته منك. عندما تنتهي من عملك هنا وافني في مجلسي.